أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن منطقة الصحراء الغربية لا زالت تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية المتميزة، مشيرة إلى أن قطاع البترول يعمل على جذب شركات البترول العالمية المتخصصة في الحفاظ على معدلات إنتاجية الحقول المتقادمة وزيادتها. وخلال لقائه بوفد من شركة أبكس الأمريكية، أكد وزير البترول طارق الملا أن التكنولوجيات الحديثة فتحت مجالات أوسع للعمل البترولي في أعماق لم تكن ممكنة من قبل. كانت شركة أبكس الأمريكية قد بدأت نشاطها في مصر عام 2017 بتوقيع أول اتفاقية للبحث والاستكشاف بمنطقة شرق مليحة بالصحراء الغربية، والتي نتج عنها تحقيق أول اكتشاف وكشف للزيت الخام بحقل فجر. أكدت وزارة البترول على استمرار الدور المصري الفاعل داخل منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوبك كأحد الأعضاء المؤسسين للمنظمة الدولية. جاء ذلك خلال اللقاء لوزير البترول طارق الملا مع السيد علي بن سبت أمين عام المنظمة الذي يزور القاهرة حاليا، حيث تناولت المباحثات أهمية دور المنظمة في دعم وتنمية علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية في مجال صناعة البترول والغاز الطبيعي. أعلنت وزارة الزراعة عن ارتفاع إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 22 من يونيو لعام 2022، حيث بلغت 3,759,431 طنا من المنتجات الزراعية. أشارت الوزارة في هذا الإطار إلى أن صادرات مصر من البطاطس حققت رقما قياسيا لأول مرة في تاريخها، وتجاوزت 816,000 طن منذ يناير وحتى الآن إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والدول العربية والأسيوية، بزيادة قدرها 200,000 طن عن نفس الفترة من العام الماضي. إلى البورصة المصرية، حيث تراجعت المؤشرات في ختام التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب وسط أحجام تداول ضعيفة، وتراجع رأس المال السوقي 9.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 623.7 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ففتح مؤشر إيجيكس 30 عند مستوى 9443 نقطة، وأغلق عند مستوى 9255 نقطة متراجعا بنسبة 1.9%. فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عند مستوى 1774 نقطة، وأغلق عند مستوى 1736 نقطة متراجعا بنسبة 2.1%. كما فتح مؤشر EGX 100 عند مستوى 2627 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 18 جنيها و7 قروش للشراء و18 جنيه و7 قروش للبيع. أما بالنسبة لليورو فوصلت قيمته إلى 19 جنيه و76 قرشا للشراء و19 جنيه و85 قرشا للبيع. بالنسبة إلى الجنيه الاسترليني فقد وصلت قيمته إلى 22 جنيه و93 قرشا للشراء و23 جنيه و3 قروش للبيع. وبالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي ما قيمته 5 جنيهات و9 قروش للشراء و5 جنيهات و11 قرشا للبيع. وأخيرا الريال السعودي الذي وصلت قيمته إلى 4 جنيهات و98 قرشا للشراء و5 جنيهات بالنسبة للبيع. في أسواق المعادن النفيسة، ارتفعت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1835 دولارا للأوقية. محليا سجل الذهب عيار 18 ما قيمته 864 جنيه، وبالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 1007 جنيهات، وذلك في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1149 جنيه. أما بالنسبة للجنيه الذهب فقد وصلت قيمته إلى 8054 جنيه. أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن برلين تعمل حاليا على جلب عمال أجانب في أسرع وقت ممكن لتخفيف حدة نقص العاملين في المطارات خلال موسم الصيف المزدحم. يواجه المسافرون في جميع أنحاء أوروبا طوابير طويلة، خاصة في هذا الصيف مع عودة الإقبال على السفر بكامل طاقته بعد إجراءات الإغلاق لمكافحة كورونا.
وصلنا معكم لنهاية الجولة في أخبار المال والأعمال. المشاهدين الكرام، نعود لاستكمال ما تبقى في نشرة السادسة مع هبة وإيمان. شكرا جزيلا لك مصطفى.